السلام عليكم، كيف حالكم؟ كسر جامد من فيديو جي من سلسلة تاريخ اللاعبين في الالتيميت تيم، وانا بهي الحلقة اللاعب التشيلي اللي هو أليكسيس سانشيز. لكن قبل ما نبدا اتمنى تدعمونا بزر لايك، تشترك بالقناة اذا ما تشترك، وفي تحت بالدسكربشن رابط لحلقات السلسلة كاملة، شيك عليه. في لاعبين كتير جدا، يعني من اكثر الاغلب اللاعبين المشهورين نزلنا عنهم، فاتمنى تدعمونا بزر لايك. ويلا على طول خلينا نبدا من لعبة فيفا 10، وعندنا بطاقة واحدة نزلت له، فانا الريتنج 8 مثل ما انت شايفين. مركزه ار اف، عنده سرعة كويسة 88 ودربل 85 افضل طاقاته، لكن الشوط يعتبر يعني كويس نوعا ما 74. فهذا بالنسبة للعبة فيفا 10. ننتقل على فيفا 11، وبطاقة العادية الريتنج فيها 80، عن السرعة 87، دربل 88، صراحة دربل جدا كويس. نزلت بطاقة انفورمر الريتنج فيها 82، 88 السرعة والدربل 90. بطاقة سكند انفورمر الريتنج فيها 83، عن الدربل 90 والسرعة 87، الشوط 80. بطاقة ثيرد انفورم عن الريتنج فيها 85، دربل 92، دربل خرافي جدا، السرعة 89 والشوط 84، بطاقة تعتبر جدا كويسة. وبطاقة فورد انفورم يعني او رابع انفورم، فعن الريتنج فيها 86، عن السرعة 90، دربل 94، شيء خرافي الصراحة. الشوط 86 والباصات 82، رفعوه يعني بالباصات بشكل كبير، فصراحة بطاقة جدا ممتازة. وهذا بالنسبة لبطاقاته بلعبة فيفا 11. ننتقل على فيفا 12، عن البطاقة العادية يعني انتقل طبعا لنادي برشلونة الإسباني، فالبطاقة العادية ريتنج فيها 86، مركز الجناح يمين أو آر دبليو، فعن السرعة 91 لدربل 89 أفضل طاقاته، والشوط 76 والباصات أيضا. طبعا ما نزلت له أي بطاقة تانية إلا بطاقة تيم أوف ذا سيزون، ما نزل له أي انفورم، فعن السرعة 91 لدربل 90، الشوط 82 والباصات 80، صراحة بطاقة جدا خرافية. يعني السرعة ما أعرف ليش ما رفعوا فيها، صح إنه سرعته هي يعني تعتبر هيك بأقصى الحالات، يعني 91 كانت على أيام زمان، لكن الآن طبعا تحسن أداؤه بشكل كبير. وهذا بالنسبة لبطاقته بلعبة فيفا 12. ننتقل على فيفا 13، عن البطاقة العادية الريتنج فيها 85، فعنا على الأقل اللي هي السرعة والدربل 82، الشوط 77 والباصات 76. بطاقة انفورم اولى الريتنج فيها 86، دربل 90، الشوط السرعة 89، الشوط والباصات 281. بطاقة سكند انفورم جدا خرافية، دربل 91، سرعة 90، الشوط 84 والباصات 83. وهذا بالنسبة لبطاقته، بالنسبة يعني لبطاقته في لعبة فيفا 13. ننتقل على فيفا 14، عن البطاقة العادية الريتنج فيها 82، لكن طاقته تعتبر كويسة الصراحة بالنسبة الريتنج 82، عن السرعة 87، دربل 85، صح ان الشوط يعني عنده ضعيف شوي لكنه كويس نوعا ما 75. بطاقة سوق الانتقالات لما انتقل من نادي برشلونة الى نادي ارسنال الانجليزي ما تختلف اي شيء عن البطاقة العادية. بطاقة انفورم مركزها اس تي طبعا، فعن السرعة 88، دربل 87، شوط 80، بطاقة كويسة جدا بالنسبة للاعب اس تي. فعنا بطاقة سكند انفورم ريتنج فيها 84، فعن السرعة 89 لدربل 88، الشوط 86، شيء جدا ممتاز صراحة، والباصات 77. نزلت بطاقة اللي هي الجرين، فعن الريتنج فيها 85، عن السرعة 90، دربل 89، الشوط 88، والباصات 80، صراحة بطاقة أيضا جدا كويسة بالنسبة لسانشيز. نزلت له بطاقة وورد كاب أو كأس العالم، بطاقة خرافية جدا، سرعة وشوط ودربلينج 391، تريبل ستات شي جدا ممتاز، وعن الباصات 82، فشي يعتبر جدا خرافي. نزلت له بطاقة جرين الثانية يعني، فعن الريتنج 86، ما تختلف اي شيء عن بطاقة كأس العالم، يعني 3 طاقات 91، شي جدا ممتاز صراحة. وهذا بالنسبة لبطاقته بلعبة فيفا 14. ننتقل الان لفيفا 15، عن بطاقته العادية الريتنج فيها 84، فعنا على الاقل اللي هي السرعة 88، دربل 87، الشوط 82، بطاقة جدا كويسة الصراحة، يعني فيها سرعة وشوط ودربلينج شي جدا ممتاز. نزل له ابجريد ورفعوه الصراحة بالشوط، رفع كويسة، فعن الشوط ارتفع 3 ل 85 ودربل ارتفع ل 88 اهم الطاقات. فيعني نزلت بطاقة انفورم ريتنج فيها 86، مركزها كام، فممكن يعني تلعبها اس تي، بطاقة جدا كويسة، الدربل 91، سرعة 89 والشوط 87، بطاقة خرافية جدا. نزلت له بطاقة سكند انفورم مركزها ال دبليو، فطبيعي انها تكون ارخص يعني من البطاقة اللي هي حتى اضعف منها يعني، لكن لانه مركزها كجناح مو كلاعب يعني ممكن تلعبه كاس تي. فعن الدربل 92، سرعة والشوط 92 والباصات 82. طبعا نزلت بطاقة مان اوف ذا ماتش، بطاقة ايضا جدا كويسة، الدربل 94 شيء خرافي جدا، السرعة والشوط 91 ايضا يعتبر جدا ممتازين، والباصات 84. نزل له انفورم مركزه اس تي، انفورم خرافي الصراحة، يعني دربل 96، دربل خرافي، عن الشوط 94 والسرعة 92 شيء جدا ممتاز، والباصات ايضا 87، تعتبر ايضا جدا كويسة بالنسبة للاعب اس تي. نزلت بطاقة تيم اوف ذا سيزون خرافية ايضا، فعن الدربل 98 يعني قرب من 99، في شيء يعتبر جدا كويس، عن الشوط 96 والسرعة 95، الباصات 89 والفيزيكال 80، كان مقدم اداء جدا خرافي مع نادي ارسنال لغاية الان، يعني ما زال مقدم اداء جدا كويس. فهذا بالنسبة للعبة فيفا 15.
ننتقل على فيفا 16 بطاقة العادية الريتنج فيها 86 عن الدربل 88، السرعة 87 والشوط 83 ايضا بطاقة جدا كويسة. نزلت له بطاقة بوزيشن تشينج طبعا، يعني اللي كان يلعب مع منتخب بلاده بمركز غير اللي يلعب به مع النادي يعني، فنزلوا له اياها ما تختلف اي شيء عن البطاقة العادية ما عدا المركز صار اس تي. نزلت له بطاقة انفورمر الريتنج فيها 87 عن الدربل 89، السرعة 88 والشوط 86 باصات 80. بطاقة ساكت انفورمر الريتنج فيها 88، اعلى الطاقات اللي هي الدربل 90، السرعة 89، الشوط 88 والباصات 83. طبعا نزلت بطاقة اليورو مع المنتخب التشيلي، او عفوا مو اليورو، بطاقة اللي هي كوبا امريكا مع المنتخب التشيلي، فعنا الدربل 91، سرعة والشوط 92 والباصات 85. بطاقة تانية اللي هي كوبا امريكا، فعنا الدربل 92، الشوط 92 والسرعة 91 والباصات 87. كان مقدم اداء جدا خرافي مع منتخب تشيلي واخذوا لقب كوبا امريكا للمرة الثانية يعني على التوالي. فنزلت بطاقة انفورم طبعا الريتنج فيها 91 عن الدربل 93، الشوط 93، السرعة 92 والباصات 89، فيزيكال 83. يعني صراحة تعتبر بطاقة جدا ممتازة بالنسبة لسانشيز، يعني شوف طاقات عنده 3 طاقات فوق 90 وباقي الطاقات ايضا تعتبر جدا كويسة. فهذا بالنسبة لبطاقات بلعبة فيفا 16. ننتقل على فيفا 17 او الفيفا الحالية، ومثل ما انتم شايفين لغاية الان نزل له 5 بطاقات وما زالت يعني ما زال لسه فيه بالموسم وقت عشان ينتهي. فالمهم يعني انا بطاقته العاديه الريتنج فيها 87 عن السرعه 86، دربل 88، الشوط 82. نزلت بطاقه ابجريد وغير مركزه للاس تي، بطاقه خرافيه جدا بالنسبه للاعب مركز اس تي، يعني فيها سرعه فيها شوط فيها دربل. نزلت بطاقه انفورم الريتنج فيها 89، دربل 89، السرعه 87، الشوط 86 والباصات 83، رفعوه يعني شيء كويس يعني بالباصات 4 عن اللي هي النسخه اللي قبل. فنزلت بطاقة ساكند انفورم ريتنج فيها 90، دربل 90، الشوط 89، السرعة 88 والباصات 85، شيء يعتبر جدا ممتاز. نزلت بطاقة ثيرد انفورم ريتنج فيها 91، فعنا الدربل 92، دربل خرافي، الشوط 92، السرعة 89 والباصات 87، وايضا الفيزيكال 87، يعني الفيزيكال عنده تحسن عن قبل. فهذا بالنسبة لبطاقات سانشيز في الالتيميت تيم. فبشوفكم وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم، اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، واتمنى تكتب لي تحت اي تعليق. الله يعطيك العافية. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في فيديو جاية، في امان الله.